هذه تويوتا رافور. الرافور طبعا جدا جدا مرغوبة في كندا. بلاجن، البلاجن هي اللي تيجي بنزين وشحن. طبعا اي سيارة شحن طبعا تمشي 80 كيلو في الشحنة، ومع فل البنزين توصل اكثر من 1000 كيلو. شوفوا، فيجي بها جهة هذه البنزين، هذه الجهة بنزين، والجهة الثانية تكون هذه كهرباء، فجهة شحن وجهة بنزين. سعرها قريب 60,000 كندي. طبعا عليها من الدولة يجي 5,000. أي سيارة شحن تجي من الدولة 5,000 دولار، يعني هدية أو مساعدة أو. ورافور طبعا 2024، فيها شاشة خلفية كاميرا، يعني مش المراية، كاميرا يجي كمان فيها. سقف بانوراما وقاع جلد زي الرافور العادية، فقط انه تكون بلاجن يعني شحن. فيها جهة شحن وجهة بنزين. طبعا فيها تشغيل عن بعد وفتح صندوق. هذه لسه وكالة يعني، فعشان هيك بدون رقم تجي.